السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع الأستاذ سيد محمد أحمد معلم اللغة العربية بمدارس رواد المستقبل للغات مع الجزء الثالث من التمييز وهو التمييز العدد المركب وألفاظ العقود والعدد المعطوف. طيب العدد المركب عندنا يا شباب يقع ما بين 11 ل 19. من 11 ل 19 هنلاقي ان العددين 11 و 12 يطابقان المعدود تذكيرا وتأنيثا. يعني لو المعدود مذكر يجي العدد 11 و 12 مذكر. طب لو المعدود مؤنث يجي العدد 11 و 12 مؤنث. اعرابهم ايه؟ اعراب الاثنين يعني اعراب 11 و12 هنلاقي ان عدد 11 يكون مبنيا على فتح الجزئين اما في محل رفع او نصب او جر على حسب موقعه فين في الجمله. طيب العدد 12 الجزء الاول منه بيعرب باعراب المثنى يعني بيرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. اما الجزء الثاني مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. التمييز تمييز 11 و12 مفرد منصوب. طيب زيه مثلا اقول له حضر احد عشر طالبا واحدى عشرة طالبة كرمت اثنتي عشرة طالبا واثني عشر طالبا. اما العدد من عدد من 13 19 هنلاقي الجزء الاول يخالف المعدود تذكيرا او تأنيثا والجزء الثاني يوافق. العدد من 11 19 الاثنين بيبقوا مبني على فتح الجزئين في محل ايه؟ نصب او رفع او جر. طبعا فيما عدا العدد 12 الجزء الاول منه بيعرف اعراب المثنى. طب تمييزهم ايه؟ مفرد منصوب زي ايه؟ جاء سبعة عشرة طالبة فنلاقي ان جاء فعل ماضي. طيب سبعة عشرة مبني على فتح الجزئين في محل رفع. طالبة تمييز مفرد منصوب في المطار ستة عشرة طائرة. طيب في حرف جر المطار اسم مجرور على جر الكسرة وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. ست عشرة مبني على فتح الجزئين في محل رفع وابتدأ مؤخر طائرة تمييز مفرد منصوب. طيب هنلاقي تدريب على عدد مركب يقول لي عين المعدود والعدد وبين حكم العدد من حيث المطابقة أو المخالفة. يتكون فريق كرة القدم من 11 لاعبا. فين العدد؟ 11 وفين المعدود؟ لاعبا. هنلاقي ان العدد يطابق المعدود في التذكير. كافأت 13 طالبة متفوقة. طب فين العدد؟ 13. طب فين المعدود؟ طالبة. طب هنا ايه؟ هنا هنلاقي ان الجزء الاول من العدد اللي هو 3 يخالف المعدود اللي هو كلمة ايه؟ طالبة في التذكير والتأنيث. قال تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طيب هنا فين العدد؟ اثنتا عشرة. طيب وفين المعدود؟ عين. هنلاقي ان العدد يطابق المعدود في التأنيث. أعد كتابة الأعداد التالية بألفاظ عربية وغير ما يلزم. اشترك 11 طالب و12 طالبة في رحلة دامت 13 يوم. طيب اشترك 11 طالبا و 12 طالبة في رحلة دامت 13 يوما.
طب بالنسبة لألفاظ العقود، عايزين نعرف إيه هي ألفاظ العقود اللي هي 20 30 40 50 60 70 80 90. طيب بتعرب حسب موقعها في الجملة إذا كانت مفردة. طب علامة إعرابها إيه؟ اللي ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، بنعملها نفس معاملة إعراب جمع المذكر السالم. طب تمييزها إيه؟ يبقى مفرد منصوب دايماً. زي إيه؟ حضر 20 طالباً. فكلمة 20 هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو. طب كلمة طالباً تمييز مفرد منصوب. وعلامة نصب الفتح. طيب سلمت على 70 طالباً. 70 هنا اسم مجرور علامة جر الياء، وطالبة تمييز مفرد منصوب. طيب تدريب على ألفاظ العقود، يقول لي أعد كتابة الأعداد التالية بألفاظ عربية وغير منها. كان معي 90 جنيه، أنفقت منها 50 جنيه، وبقي معي 40 جنيه. طيب كان معي 90 جنيها، أنفقت منها 50 جنيها، وبقي معي 40 جنيه. صوب الخطأ فيما تحت الخط. حضر الاجتماع 70 مدرسا. فهنا حضر مين حضر؟ 70. المفروض هنا ايه؟ ما تحت الخط هو فاعل. طيب هنا فاعل مرفوع علامة رفع الواو، فالتصحيح حضر الاجتماع 70 مدرسا. حققت 50 نقاط في المسابقة. التصحيح حققت 50 نقطة في المسابقة. طيب بالنسبة للعدد المعطوف اللي هو الألفاظ من الأعداد من 21 ل 99 ما عدا ألفاظ العقود، خلي بالك. طيب هنلاقي إن العدد المعطوف عليه هو العدد اللي بيأتي قبل حرف الواو. طيب بيكون المعطوف عليه أحد الأعداد من 1 لغاية 9، والمعطوف أحد ألفاظ الإيه؟ العقود. طيب زي إيه مثلا؟ أقول له في الفصل 21 طالب. فنلاقي برضو ان العدد 1 و2 بيوافقوا الايه؟ المعدود في التذكير والتأنيث. فكلمة احدى جاءت مؤنثة لان كلمة طالبة جاءت ايه؟ مؤنثة. طيب هنا عندنا يبقى الواو حرف عطف، احدى ده المعطوف، تمام؟ المعطوف عليه، و20 هنا ده المعطوف، تمام؟ طيب يبقى احدى هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. طيب الواو حرف عطف، 20 معطوف على كلمة احدى مرفوع علامة رفع ايه؟ الواو، وكلمة طالبة تمييز مفرد منصوب. طب العددين اللي 1 و2 بيوافقوا التمييز في التذكير والتأنيث، زي ايه مثلا؟ اقول له قرأت 21 قصة. فهنا قصة تمييز مفرد منصوب، فكلمة إحدى هنا مؤنثة لأن كلمة قصة مؤنثة. طب سلمت على 52 طالبا، هنا نخلي بالنا إن كلمة 2 هنا جاءت مذكرة لأن كلمة طالبا جاءت مذكرة أيضا، هنا التمييز، وكلمة طالبا هنا تمييز مفرد منصوب. طب العدد من 3 ل 9 بيخالف المعدود اللي هو التمييز تذكيرا وإيه وتأنيثا، يعني مثلا بقول له إيه؟ في الحديقة 23 أسدا. فهنا جاء 3 هنا مؤنثة ليه؟ لأن كلمة أسد كانت مذكرة، و75 زرافة. طب ليه كلمة 5 جاءت مذكرة؟ لأن كلمة زرافة جاءت إيه؟ مؤنثة، اللي هو التمييز. وهنا التمييز كلمة أسدا وزرافة تمييز مفرد منصوب. طب العدد من 21 ل 99 تمييزه مفرد إيه؟ مفرد منصوب. زي إيه؟ مررت ب44 تلميذة. فتلميذة هنا تمييز مفرد. تدريب على العدد المعطوف. السؤال هنا بيقول عين العدد والمعدود وبين حكم العدد من حيث المطابقة أو المخالفة. قرأت 35 كتابا. فهنا هنلاقي إن العدد 35 والمعدود كتاب. هنا هنلاقي إن المعطوف عليه خالف التمييز اللي هو كلمة كتابا اللي هو معدود في التذكير والتأنيث، فكلمة 5 جاءت مؤنثة لأن كلمة كتابا مذكرة. زرت 22 محافظة
هنا هنلاقي ان العدد 22 والمعدود محافظة، هنلاقي ان العدد طابق الايه المعدود في التأنيث. اشتريت 44 قصة، هنلاقي ان العدد 44 والمعدود قصة، وهنلاقي ان المعطوف عليه اللي هو 4 العدد 4 خالف المعدود اللي هو التمييز كلمة قصة في التذكير والتأنيث. أعد كتابة العددين التاليين بالحروف العربية وغير المنظم. ذاكرت 23 درس وحفظت 38 قصيدة. يبقى أنا أقول له إيه؟ ذاكرت 23 درسا وحفظت 38 قصيدة. وفي نهاية درسنا نتمنى لكم دوام النجاح والتفوق، وإلى لقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.